إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسم الضال أو المبتدع للتحذير منه، وذلك بعد أن تغرر الناس به، فهل يجوز ذلك؟ في المجامع، في الجامع، في الخطب ما تسمي، لكن إذا كتبت رد على أحد تسميه، تقول قال فلان في كتابه الفلاني، لأنك لو ما سميته ولا ذكرت كتابه اللي هو ترد عليه قال هو الناس وين المصدر وين لازم تبين هذا في الكتابة، لازم تبين هذا. أما الكلام العام في مجامع الناس فإنك تقول فعل بعض الناس كذا وكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام. نعم.